هاي جايز، مرحبا بالجميع. معكم ليندا من سويسرا، واليوم ان شاء الله حبيت ندير عملية نقل اسيس للالويفيرا في اسيس تاني. العملية الصحيحة لنقل الاسيس هي انه راكم تشوفوا في هذا الثقب ضروري ان نصدوه بشي حجرة او بشي كما راكم تشوفوا. بعدين ندير هادو ما لي دي دارجيل هاي الطريقه هكذا. درت خليط التربه للنباتات المنزليه والنصف الرمل كما راكم تشوفوا هكذا. ندير شويه ندير شويه غادي نديرو النقل للالويفيرا هكذا. شوفوا كيفاش عرقها، يعني كان ضروري ندير لها عملية نقل، وإنما هذه يعني تتحمل أسيس صغير ما فيش مشكل، ولكن أنا راح نهديها. فقبل ما نهديها ندير لها عملية نقل. لماذا في الأسيس الطيني وخاصة للصباريات والعصاريات؟ لأنه الأساسيس الطينية هي يعني أحسن من الأساسيس البلاستيكية. لماذا؟ لأنها ما تخليش الرطوبة تكون موجودة بكثرة، وإحنا نعرفوا أن العصاريات والصباريات ما يتحملوش الرطوبة الكبيرة. ولشيء آخر، لأنه هذا الأساسيس لما تسقيه ما راحش يكذب عليك، لما التربة تاعو تكون هنا ناشفة فمعناته ناشفة. أما الأسيس البلاستيكي ممكن يكذب عليك يقولك بلي التربة ناشفة وهو راه محافظ على الماء. هذا شيء يساعد على خسارة الجذور. فالأسيس الطيني هو أحسن شيء للنباتات. هكذا ضروري نديرهم مليح في الجوانب باش ما نخليش الهواء. وهكذا انتهى الامر. وكما راكم تشوفوا انه الاسيس الطيني جميل، ومشي غير جميل، يعني هو احسن ما في شيء بالنسبه للنباتات. صار عندي الويفيرا في اسيس طيني. هنا ندير له حجره باش ما يطيحش. وانتهى الامر. الى فيديو اخر ان شاء الله. مع السلامه.